أحسن الله إليكم، ويقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عندما سأله حذيفة رضي الله عنه: هل بعد هذا الخير من هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم وفيه دخل. فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم وفيه دخل؟ يعني فيه شر، دخل يعني الشر، أو خير معه شيء من الشر، حكمة من الله سبحانه وتعالى. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ما يكون الوقت كله خير صافي، بل يكون هناك شيء من الشر من أجل الابتلاء والامتحان، لكن أحيانا يغلب الخير وأحيانا يغلب الشر. أما أن يكون الوقت صافيا بأهله ما فيه إلا خير، ما هو موجود، وهذا يتنافى مع حكمة الله. أو كله شر وليس فيه خير، هذا يتنافى مع حكمة الله. لابد يوجد الخير والشر للابتلاء والامتحان إلى أن تقوم الساعة.